يا ماما ما طلعيش دلوقتي، استني استني بس يا ماما. يا ماما اهدي يا كريمة، افتحولي، مش هسيبك انتي ولا بناتك، اقسم بالله العظيم لا هوريكوا، افتحولي. ما تخافيش، مش هعمل لك حاجة. أنا عذراكي في اللي أنت بتعمليه من زعلك وحزنك على أبوك الله يرحمه. بس اسمعيني. مش عايزة أسمع حاجة. كل اللي أنا عايزاه إني آخد روحك. هتستفيدي إيه؟ هرتاح. ناري هتبرد. أشوف اللي قتلت أبويا وهي سايحة في دمها. هرتاح يا ستي. لا يا بنتي مش هترتاح، بالعكس. هتخشي السجن. تتبهدلي وتتمرمطي. مش مهم. أنا هريح حد. أنا هروح أسلم نفسي وأعترف على كل حاجة. صدقيني يا بنتي أنا خلاص تعبت وزهقت وعايزة أسيب الدنيا دي كلها. حلوة قوي الكلام ده. طبعا. ما أنت عندك الهانم اللي هتخرجك من أي مصيبة زي الشعرة من العجين. مش صحيح يا رب، والله ما صحيح. أنا اللي تعبت. بقولك إيه يا حلوة، أنا ممكن أوديكي في 60 داهية. أنا لو دلوقتي عملتلك محضر إثبات حالة هبعيدك في السجن. وماله؟ حلو، عشان لما الست الوالدة تيجي تشرف أعرف أخد حقي منها وما يبقاش في حد بيدافع عنها. بقولك إيه، أنا ساكتة من الصبح، قسما بالله أديكي الجلم على وشك أشيبك الأرض. بقولك إيه يا كريمة، وحياتك عندي، لا طاري هعرف اخده منك كويس، لا ومش هاخده منك انتي، ده انا هاخده من واحده واحده من بناتك، عارفه ليه؟ عشان تعيشي متعذبه عمرك كله. بقول لك ايه، يلا من هنا، يلا يلا من هنا، يلا دم، يلا يلا بره، يلا. وبحذرك لو قربت لاي واحده من اخواتي مش هسيبك. ومين قالك اني عايزاكي تسيبيني يا شهد؟ أنا عايزاكي كده تفضلي حطاني في دماغك، عارفة ليه؟ عشان كل ما تغمض لك عين تشوفيني. أنت بتعملي إيه هنا؟ ماشي. إيه اللي جابك هنا يا لوب؟ ردي عليا. إيه اللي جابك هنا؟ ها؟ جاي تفش جلك صح؟ طب هقول لك على كلمتين بقى يا حلوة تحطيهم حلقة في ودنك. ماشي؟ مالكيش دعوة بزينب وشهد وكريمة. طارق معايا انا يا لبنى، لو عايزه تعملي اي حاجه اعمليها وريني هتعمليها ازاي. هحكلك بسناني وان شاء الله هقفلك في زورك لحد ما روحك تطلع في ايدي. اشوفك بس يا رب مرميه في الشارع واللي يحصل يحصل. وقبل ما يحصل ده يا روح ماما هيكون عضمك مرمي للكلاب. بس كفايه، بس كفايه انت وهي بس. بس يا ريتال يلا امشي من هنا، مش عايزين نشوفك تاني. يلا ماما. فين؟ فوق. تعالي يا شهد، تقدري تطلعي امك من اللي هي فيه؟ يا عمتي ماما لو راحت المحكمه هيتحكم عليها. يتحكم عليها يعني ايه؟ يعني مش اقل من اعدام. واه اعدام؟ لا 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 مش هيحصل، احنا نجيبوا اكبر محاميين في البلد. امال الفلوس لازمتها ايه؟ الفلوس مش هتعمل لها حاجه ولا هتنفعها بحاجه. الفلوس مش هتشتري الكريمه عمر جديد يا عمتي. بصي بقى، لو حكمت اني اروح اقول ان انا اللي عملت كده هروح اقول. لا لا اوعي اسمعك تقولي كده، انا ما عنديش اغلى منك ومن اخواتك. انا اللي عملت كده في نفسي وانا اللي لازم اكفر عن ذنوبي. اوعي اسمعك تقولي كده تاني. لا يا كريم انا مش هسيبك تتسجني. مش الست انا عايزه اتسجن، أنا عايزة أكفر عن اللي أنا عملته عن ذنوبي. عايزين مني إيه بقى؟ أنا اللي عملت كده في نفسي، في حاجة تانية؟ لا، اللي عملتيه ده كله كان علشاننا إحنا، ما كانش علشان نفسك. لا،
كان عشان نفسي. أنا اللي كنت عايزة ورثة عبد الله عشان أخده وأتمتع بيه. أنا اللي كنت عايزة غيث جبرية. أنا اللي كنت عايزة أنتقم من عبد الحكيم. أنا عملت كل ده عشان كريمة مش عشان حد تاني. أنا عملت كل ده عشاني أنا مش عشانكم. سيبيني بقالي بقى. لا يا كريمة والله العظيم ما كنت بتعملي ده علشان خاطر نفسك. لا أنا كنت بعمل ده عشان خاطر نفسي. ما حدش له دعوة بيا. أنا عايزة أخش السجن. ماما ماما سيبيني بقى. أنا هروح المحكمة وهقول إن أنا اللي قتلت محرم، وهقول إن أنا اللي وزيت سينا إن هي تعمل كده. مالكيش دعوة بقى. أنا اللي هو لا بقول لك لا. لو عملتي كده هموت نفسي. سيبيني امشي. مش عايزه اشوف حد. مش عايزه بره. مش عايزه اخو. مش عايزه حد. عارف اللي انت بتعمله ده؟ لا انا عارف كويس جوا انا بعمل ايه. يلا عشان مفيش وقت. حسن انا عارف انك عاقل وان اللي انت بتعمله ده مش من تخطيطك. انا ممكن اخليك اكبر واحد هنا. مش انت بس الرجاله بتاعتك دي وخلينا نقعد مع بعض ونتفق. واللي انت عايزه انا هعمله. كل اللي انا عايزه؟ كل اللي انت عايزه واكتر كمان. خلي بالك أنا لي علاقات كبيرة قوي بره. أنا هاخدك ونسافر بره وهقول لهم إن أنت هنا رقم واحد وأنا كلمتي مسموعة عندهم. طب وأنا أطمن منين؟ لا حسن أنا كنت ماشي معاك كويس قوي. أنت اللي نقضت الاتفاق. يعني أنت هتاخدني معاك أجابل الراس الكبيرة؟ أيوه. أقول لك أنا هاخد لك ميعاد معاه بالتليفون. طب استنى إيه؟ ما اتكلم. أنا تليفوني معاك. أيوة صح. أنا مش هستنى أمر من الكبير بتاعك عشان يقول لي أعمل إيه وما أعملش إيه. ويلا قدامي قدامي. المطلوب أنت واللي كنت مشاركه خدته من عم عبد الله كل اللي حلته. يبقى انا عايز كل اللي حلتك وحالا وبالراحه كده وبهدوء وبصفو نيه. والله يا كبير انا ما عارف اقول ايه. انا لساني مش مطاوعني. اخلص. عايز ايه؟ عايز ايه بس اقول ايه يا ربي؟ اسكت ولا اتكلم؟ انا بصراحه ضميري مش مريحني. انا في الاول وفي الاخر كلت معاكم عيش وملح وانت خيرك مغرقني. وابوك عبد الحكيم الله يرحمه كان سيد الناس كلها. انت هتتكلم ولا اقطع لسانك؟ انت عمال تخربط وتبربط في ايه؟ ايه يا باشا؟ انا بنفذ الاوامر. انت قلت لي لما تعرف حاجه تعالى قولها لي واديني جيت اهو. عرفت ايه؟ اعوذ بالله من النسوان. فعلا انك ايدهن عظيم. انا ما عنديش صبر لكل ده. قول. ابدا. انا كنت قاعد بتكلم مع البت ساميه. لا ما تبصليش. اللي يكون في علمك انا اتجوزت ساميه دي عشان اعرف اذا كانت فوزيه بتحبني ولا لا. حاكم لما تبقى عايز تعرف الست بتحبك ولا لا تروح تتجوز عليها على طول. خذ الحكمه من افواه المجانين. ولا فورنتيه. انا مش عايز اسمع حسك تاني. وروح لبرميل الطرش اللي انت متجوزها دي ومش عاوز البحك في اي حته. سامع؟ فرق ايه يا عم؟ ما انا بني ادم وهو قدامك ملوي هدومي عينين وبق وشعر. لا شعر ايه؟ ما خلاص كل سنه وانت طيب. أنا هقول لك. البت سامية قالت لي إن عبد الحكيم اتجوز نعيمة عشان يحميها من ناس كانوا عايزين ينهشوا في لحمها. وطبعاً زي ما أنت فاهم عبد الحكيم كان نصير الغلابة خصوصاً اللي زي نعيمة دي. بس ما خلفش منها. أنت بتقول إيه؟ زي ما بقول لك كده. الواد اللي هي قرفاكوا بيه ده ملوش أي صلة بيكو خالص. ده ابني والعياذ بالله تاجر مخدرات. وأنا عارف إن أنت راجل ما بتحبش التجارة الشمال. آه
سبحة والفرد بفرده والي من أولياء الله الصالحين. أنت متأكد من أنت بتقوله دي؟ إلا متأكد، ده أنا محروس. ولا نويت ساو ودماغك دي سم، أنت عاوز تجيد النار في الدنيا كلها. بالعكس، أنا بنفذ الأوامر عشان تعرف إن محروس كده.